يبقى قبل اي حاجه برضو كل واحد فيكم يحلف انه مش هيبيع. والله العظيم ما هبيع، والله العظيم ما هبيع، وشرف امي ما هبيع، ولا والله العظيم ما هبيع. منير، ما قلتليش يعني مبروك على جوازة امبارح؟ اوعى تكون فاكرني متغاظ بقى انك خطفت مني سميرة امبارح بقى والجو ده. لا 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 لا، انت عارف اساسا ان انا سميرة دي ما تهمنيش. وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ اكيد اصيع منك، يعني بنتكلم في ايه؟ يا عم اصيع مين بقى؟ ايه رايك يا منير ان انا زي ما خطفت منك سميرة امبارح اقدر اخطف منك اي واحدة تختارها انت بنفسك؟ انا بنفسي اراهنك. اتفضل. بهيرة وفي خلال اسبوع هكون متجوزه، ايه رايك بقى؟ طب ايه رايك بقى ان انا هتجوزها النهارده بالليل؟ ايه رايك ان انا هتجوزها دلوقتي حالا؟ بهيرة حزعتني. انت جيت هنا ازاي؟ وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ سوري، جايلك بلبس الشغل، ما لحقتش اغير. بهيرة، أنا جاي أودعك، دي هتبقى آخر مرة نشوف بعض فيها. لا يا بهيرة، أتوسل إليك ما تسيبنيش. للأسف يا بهيرة، إحنا اتكتب علينا التعاسة الأبدية من أجل إسعاد الآخرين. خلص بقى، ده أنت أوفر أنت وأمك. اسمعيني يا بهيرة كويس عشان ما فيش وقت. أنا دلوقتي هطلع فوق. فوق خالص. منير الخطير جاي في السكة وهيطلب إيدك. اقبلي، أبوس إيدك يا بهيرة، اقبلي. أيوة لكن. ما فيش لكن. بهيرة قول لبهبوري إيه؟ بهير اقول لبهبوري. بهير الوداع يا بهير. سلام يا شهير. يلا يا مرجان قبل ما ينزل. يلا مش راضي هتفتح يا منير. عم بقعد. مبروك الرهان يا عم، مبروك. والله العظيم يا بهير دبانه وقفت على وشك. ألف مبروك لأمك يا منير. ميرسي يا شهير. عقبال طنط شهيرة وطنط سميرة. يلا يا جدعان بسرعة، أنا أمي مستنية في الشارع، ودي لو اتأخرنا عليها ممكن تشقط عادي. يلا. العينب خدنا العينب، العينب خدنا العينب، يطلع في شتاء ويطلع في صيف، 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 يا حبيبي يا حبيبي. رأيك يا حبيبتي في الجنان؟ انت بتسألني يا حبيبي، ده الأغنية هايلة. عجبتك بجد؟ بقولك يا سميرة، كان في موضوع كده عايزة أتكلم معاكي فيه. أنا كمان يا حبيبي كان في موضوع عايزة أكلمك فيه. أنت مش قبل ما نتجوز قلتلي إنك هتطلعني فيلم عبد الحليم اللي جاي؟ ما هو ده الموضوع اللي أنا عايزك فيه. بصي يا حبيبتي، إحنا هنأجل شوية لأن العندليب داخل سيت كوم العندليب وشوقية الأول، وبعدين هنكمل الفيلم. نعم. يعني الفيلم هيتأجل شوية بس هيتعمل، بس هيتأخر. يعني ايه يعني؟ يعني انت كنت بتضحك عليا عشان تتجوزني؟ لو كده طلقني. يعني ايه يا سميرة؟ يعني انت مش متجوزاني عشان بتحبيني؟ عموما يا هانم، انا كنت بختبرك والفيلم هيتعمل عادي. شهير اخرسي. عايزة تطلقي يا سميرة؟ انت طالق طالق طالق. استغفر الله العظيم يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه اللي انا عملته ده؟ انا طلقتك بالتلاتة. عارفه ان ايه طلقتك بالثلاثه؟ يعني عشان نرجع لبعض دلوقتي محتاجين محلل. اجيب محلل منين دلوقتي؟ اجيب محلل منين دلوقتي؟ مفيش غيره، منير الخطير. قومي معايا نروح لمنير. منير وماله، مش وحش. يلا محلل. قول بقى انك متغاظ اني خطفت منك بهيرة فعايز تورطني في سميرة عشان تطير مني بهيرة. عيب يا منير، انا مش صغير. وبعدين هو انا بقول لك خدها ربيع عندك، انا بقول لك خدها محلل ساعتين زمن.
ايوه بس من الشروط المحلل ان انا لازم ادخل على العروسه. طب ما تدخل على العروسه يا منير، هي جت عليك انت يا راجل. ايوه بس انت صاحبي يا شهير، ما ينفعش اعمل معاك كده. طب ما انت عشان صاحبي يا منير، انت عارف انت لو مش صاحبي انا كان لا يمكن ابدا اوافق. طيب ماشي، يلا يا سميره مع جوزك، يلا يا مولانا. ايوه انا من مكتب الاستاذ يوسف شاهين، الاستاذ بعت لك السيناريو ده. يوسف شاهين بعت لي انا السيناريو؟ ايوه مش حضرتك الاستاذ سمير بتاع فيلم عنتره؟ ايوه بس الاستاذ لحق يسمع عني امتى؟ لا ما بطلش كلام عنك، اقرا وتعال على عنواننا. طب وده ايه ده؟ اسكندريه ليه؟ لا الحقيقه مش عارف ليه. اسكندريه ليه اسم الفيلم؟ اسكندريه ليه شفته طبعا، ده فيلم جامد جدا. مستنينك بقى يا نجم ما تاخرش. طب سؤال اخير بعد اذن حضرتك، لو رحت ما لقيتوش اسال على الاستاذ خالد يوسف. مين؟ لا انا اسف انا اختلط عليا الامر، اتكل انت على الله. اتفضل. ايه؟ لا انا هبحكي لك. بقول لكم ايه؟ اظن كل واحد فيكم كده مظبطت، ظبطوا امي بقى. حلو قوي، نخش على الخطه الثالثه. بابي فين دلوقتي؟ ابويا عند امك. ايه؟ اهدى. ايه؟ اهدى. يا ابني والله العظيم ما بشتمك، ابويا عند امك بجد. بقول لكم ايه، مش وقته، مش طالبه اليوم يقفل على امي. يلا يلا. في ايه يا اخينا انت؟ عمال تزمر. ايه ده؟ انا شفتك فين قبل كده؟ مش انت بتاع الحفلة؟ ايوه يا سيدي انا اتعزفت. المهم دلوقتي شهير يا منير. ماله شهير؟ بكلمه ما بيردش عليا، رحت له البيت خبطت ما حدش فتح، انا مرعوب يكون عمل في نفسه حاجه. لا انت كده وغشتني جدا. طب وايه اللي هيخليه يعمل في نفسه حاجه؟ منير شهير حكى لي على كل حاجه. كل حاجه؟ ايوه كل حاجه. شهير ما استحملش انك دخلت على بهير ودخلت على سميره، جات له صدمه عصبيه قرر ينتحر. طب وانا ايه المطلوب مني؟ اخش على شهير كمان ولا اعمل ايه؟ لا تيجي معايا نشوف ماله. طيب اديني 5 دقايق بس اغير هدوم واجيب. 5 دقايق؟ انا مش ضمني ايه اللي ممكن يحصل في ال5 دقايق دول. يلا بينا نلحق الراجل زي ما انت كده بالظبط. بهيئتي دي؟ بهيئتك دي زي ما انت كده. يلا اركب. ماشي. بص افشل عند العيد الجديد، مش ممكن الراجل ده ما بيكبرش ابدا، ده شكله اصغر مننا. ده هيولع المعموره السنه دي، هيولعها. الله يخرب بيتك يا شهير، امال لو كنت قابلت ام كلثوم كنت عملت فيها ايه؟ هو ده بقى بيت شهير بالظبط، وهي دي اوضته. بص بقى يا معلم، انت هتنط من هنا وانا هلف احاول انط من ورا. ماشي يلا. استنى انت هتنط كده؟ امال اعمل ايه ده؟ في حد بينط بهدومه؟ لا فعلا صح. نط يلا 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 منير. يلا يا شهير. ايه يا شهير؟ ما كانش رهان اللي خدته منك ده يا اخي، وقلقني وموغوشني عليك وقال هتنتحر ومكتئب في ايه، وجايبني على ملا وش بهدوم البيت ومنزلني بالمنظر ده وطالع على المواسير. مش كده يا اخي، انت مالك خسيت كده ليه يا شهير؟ شهير ايه ده؟ ايه ده انت طريت كده ليه يا شهير؟ شهير شهير يا شهير. ايه ده؟ ايه ده منير؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت اللي بتعملي في السير شهير. نعم. ازيك يا انكل؟ يعني مسيبني اخر حلقه في المسلسل عشان جاي تقول لي ازيك يا انكل. الله، مش حضرتك انكل شهير؟ ايوه انا انكل شهير. انت مين؟ وعندك بنوته كتكوته قطقوطه كده؟ هتكذب من اولها؟ انا ما عنديش كتكوته صغنونه، انا عندي فرخه عدقيه بنتي. عايز اقول لك ان بنت حضرتك معاها واحد جوه. انت جاي تهزر ولا ايه؟ لا انا مش بهزر. شهيرة بنتك معاها واحد جوه في الأوضة. لا يبقى بتهزر. عارف لو انت طلعت في كذاب انا همحيك من على وش الدنيا، فاهم؟ في ايه تاني؟ حاجه معاك اوريك. توريني ايه وانا مش عارف اقول لبنتي؟ معلش عامل حسابي، تعالى. وايه اللي معاك دي؟ هتحتاجها معانا برضو، تعالى. تعملي ايه هنا بس مش شهيرة؟ بابا ازاي؟ اهو. برافو عليك. برافو عليا؟ ايوه معاها واحد في الاوضه فعلا، انت مش كذاب. برافو. انت بتعمل ايه يا ابني هنا؟ حضرتك فاهم غلط، انا كابتن طيار منير الخطير وكنت جاي لصديقي شهير، فلقيت الاخت قاعده بقى، واضح ان في سوء تفاهم ساعتك يعني. يا بابا براسي. يا بابا اسمعني والنبي. شهيره في اوضتي على سريري. على سريري ايه؟ حضرتك دي بنتك مش مراتك. قص عليكي. اوعى. لا 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 بقول لك ايه، اهو قدامك اهو. هما بيتحركوا بسرعه ليه؟ اهدى حضرتك، الفضيحه ممكن تتدارى واللي اتكسر ممكن يتصلح. تقليل الادب.
ما قلتليش ليه كده ان اللي اتكسر ممكن يتصلح قبل ما تعصب واخد البندقيه؟ ممكن يتصلح وما يسيبش اي علامات؟ مش هيسيب اي علامات. خلاص امسك يلا يا حبيبتي نامي. انا اسف اسف. وانت يا ولد انت يلا ارجع مطرح ما جيت، وانا هنزل اكمل المسلسل النهارده اخر حلقه، هحكيها لك بكره. مسلسل ايه حضرتك؟ هتبوظ الخطه. اقعد يا ابني. ربنا يا رب ما توريها الحق. ايه الهيصه دي؟ مش عارف بالله مظهر. تعالى تعالى تعالى. لا قوه الا بالله. شفتوا الزمن يا جدعان؟ البنت مخليه ابوها بره بيتفرج على التلفزيون وجايبه راجل في البيت. فضيحه فضيحه فضيحه. البلد كلها عرفت ان بنتك معاها واحد في الاوضه. ايوه بس مزودينها قوي. مزودينها؟ ايوه مكبرينها. ايه يعني بنتي معاها واحد في الاوضه يعملوا مظاهرات؟ ايه الراجل ده؟ راجل ايه؟ اقول لك حاجه، بدل ما يهجموا عليا ويقتلوا لي انا الاول، انا هغسل عاري بايدي واكيد بتعرف. لا اكيد حضرتك في سوء تفاهم عاجبك بس فاهم. اخرس اخرس. اهدى يا انكل، تقتلهم ده حل مش عملي. امال ايه الحل العملي؟ الحل العملي ان احنا نجوزهم وندرع الفضيحه. لا 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 لا، جواز ايه؟ انا مفيش حيل، انا خلصت النهارده. اخرس. حاضر. انت قلت عندك شقه؟ لا لا، ساعتك عندي فيلا. ليه؟ برافو مش سهل. حظها بنتي دي محظوظه طول عمرها. بس في مشكله. ايه المشكله؟ عاوزين مأذون. عاوزين مأذون. السلام عليكم ورحمة الله. لا مش ممكن. لا لا لا، بقول لك بنت محظوظة البنت دي، عرفتها سهلة سهلة سهلة. أنا بقول عاوزين مأذون. مأذون ماشي صدفة عندنا في الشقة. يلا يلا اكتب كل البيانات يلا. ازيك يا جدو؟ أنا هنزل أكمل المسلسل، أنا مش فاهم حاجة خالص. بص سعيدة يا جماعة. إيه ده؟ ده إيه البتاع ده؟ آه ده زي مرجيحة اخترعها لنا دكتور بصير عشان نبقى أيوة. أيوة هو ده اللي رد عليا وقال لي إنكوا هنا. طبعًا أنتوا فاهمين إن أنا جاي أوبخكوا على المقلب السقع اللي أنتوا عملتوه فيا إمبارح، ولكن في الواقع لا، أنا في الحقيقة جاي أشكركم ومش عارف اقول لكم ايه على اليوم العظيم والليله الجميله اللي انتوا خليتوني اقضيها امبارح. يا جماعه انا قضيت ليله امبارح ولا الف ليله وليله. ثلاث مدمازيلات يحلوا من على حبل المشنقه، الثلاثه ما اقولكوش حاجه مش طبيعيه. يعني البت التخينه مثلا ما بقتش عارف اروح منها فين، يعني بقيت الملمها من قلب الاوضه كده، يعني اجيلها من هنا تبص من هنا تبص من هنا، اجيل حاجه مش طبيعيه. بس يا بابا بس يا بابا. ولا الشقره؟ يختي على الشقره. حاجة مش خلاص. عارف اقولك ايه، فجرت خلاص. معاها ازازة شامبانيا في الأوضة. في ايه؟ ولا قللت الادب السفلة الواطية؟ لا انا مش هتعصب بقى خلاص، هي اللي جايبة لي الكلام. البت عليها اباحة غير طبيعية، ولذلك انا اطلقت عليها لقب سمير وحش السرير من كتر ما هي ابيحة. لا ده لقب قديم، ده الناس كلها بتقولها كده. عموما يا جماعة انا جاي اقولكم ان انا حاجز بكرة جناح كبير في الاوبرج، انما ايه ما اقولكوش، واخد التلات مدمازيلات معايا ورايح اقضي معاهم تلات ليالي ان احمل الليلة اللي قضيتها معاهم امبارح. اتمنى ان انتوا تكونوا معايا. لا الحقيقة احنا مش هينفع، احنا اصلنا مسافرين دلوقتي. الله، مسافرين فين؟ ان شاء الله طالعين شرم. شرم؟ طالعين بلطيم. بلطيم. ده بيقولك محرم فؤاد عامل حفلة، اكيد هتحضروها بقى. لا يعني احنا مش رايحين للحفلة قوي، يعني احنا لينا واحد صاحبنا شغال هناك في فندق جايب لنا اوفر حلو قوي، حوالي 30 سنة بيدن بريكفاست بس بسعر تحفة. حاجة و30 انا مش فاهم. بص هم الحقيقة 30 سنة فعلا، لكن تقدر تقول ال 30 سنة دول هيعدوا في 3 4 5 دقايق ماكسيمم. مش مهم. عموما يا جماعة انتوا هتوحشوني قوي قوي. بالحضن. لا كلنا بقى في حضن واحد عشان ده شكله ناوي يقعد. مع السلامة. مع السلامة. معاك نمرة تليفوني. احتجت أي حاجة هتكلمني في أي توقيت. طبعا. يلا فوتكم بعافية. أنت متأكد يا دكتور إن التجربة دي هتنجح علينا؟ ما تقلقوش خالص يا ولاد، خير إن شاء الله، بس يلا بسرعة عشان فاضل 10 دقايق ولو ما لحقناش هنضطر نستنى للتمانينات. وإشمعنى 10 دقايق؟ لان كمان 10 دقايق لازم تكونوا قاعدين في مركز الارض الديناميكي. بقولك يا دكتور والنبي اتقل والنبي بلاش الحماس اللي انت فيه ده. انتوا متاكدين ان احنا عايزين نرجع؟ لا استنوا بقى عشان ما تقولوش ان انا اللي رجعتكم. انا بيس معايا قشطه اقعد للويك اند عادي، خصوصا بصراحه انا مشروع البوكسرات ده ماشي معايا زي الفل. ده انا لسه ناوي انزل لهم بالشرابات القصيره الجديده دي، عارفها يا شير؟ دي هتقلب السبعينات، هتقلبها. انا بقى مش عارف ارجع دوبلير تاني ولا اقعد هنا وامضي فيلم يوسف شاهين. انا قريت نص السيناريو لحد دلوقتي ومش فاهم منه اي حاجه، بس اللي فاكره ان الفيلم ده اخد جوائز كتير قوي. لا طبعا اقعد واعمل الفيلم، وانا كمان هقعد. على فكره انا اغاني هنا مكسره الدنيا. انا قلت لكم ان انا بعت اغاني للولد ده اللي اسمه هاني شاكر. بقول لكم ايه، انا معايا اكتر من 3 جيجا ونص ما عملتش بيهم اي حاجه. فكنا يا دكتور. فككوا انتوا بقى، مش دي كلمتكم؟
ده انتوا جيتوني من السما، مشروعي لازم يكمل عملي. ها وبيسلمولي عليا بقى لما ترجعوا. شهير، سمير، بهير. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة كمان. يا ساتر، انتوا مش فاهمين انبسطت ازاي، كانت صايعة هبل. تطلعها تاني في الصيف؟ وش؟ لا وش ايه، انا اوت. الصيف ساحل، تطلعها في العيد؟ عيد بيس. قشطة، نتكلم. يلا قشطة، يلا سلام. باي. النور قطع في مصر ولا ايه؟ يا رب اللي في دماغي يطلع غلط ونكون نزلنا في القرية الفرعونية مش اكتر.